واحد بيقول اعيش خارج مصر، برضو من ساد سبل، اعيش خارج مصر منذ 17 عاما واصلي دائما، ولكن عند حدوث اي مشكلة اشعر بالغربة وان الله قد نساني. لا، ربنا ما بينساش حد، احنا اللي بننساه مش هو اللي بينساني. اما الشعور بالغربة ده طبيعي، لان حب الوطن موجود في قلب كل انسان مهما كان. كنت احب علشان تنجو من التعب ده بتاع الشعور بالغربة، ان كل عام تيجي زيارة للبلد وتقعد شوية تتمتع باهلك وقرايبك واصحابك ومعارفك، ويعني ما تقطعش الصلة لمدة 17 عام. علاج تعب الغربة انك انت باستمرار تيجي وتزور، وما تخليهاش مدة متصلة تقطعها بالزيارات. كتير قوي من الناس بره في اوروبا وامريكا يجي لهم هذا الامر، بيسموه هوم سيكنس، يعني مرض البعد عن الوطن، هوم سيكنس. لو كنت مش لاقي تذكره نبعت لك تذكره وتجي.